بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتعرف على مفهوم الديستراكتور. احنا نعرف الآن عندنا مفهوم اسمه الكونستراكتور والكونستراكتور، وعرفنا مفهوم الكونستراكتور. الديستراكتور هو مفهوم عكس الكونستراكتور، هي عبارة عن دالة. لاحظ الآن، عفوا خلينا نغير اللغة، هي دالة نكتب public function تكتب كلمة destruct، تمام. الآن إيش فائدتها؟ هذه فائدتها الإنشاء، الكونستركت الديستركت فائدتها التدمير والهدم، يعني التنظيف. لما نغلق استخدام الأوبجكت أو معادلية تعامل مع الأوبجكت، بي اتش بي حتستدعي الدالة هذه. في الغالب يستخدم الدالة ذي للتنظيف. كيف للتنظيف؟ أنا مثلا أكتب له this title يساوي null، وإذا كنت أنا حاجز حاجة مثلا او مسوي استعلام مثلا زي ما اسكله حاجه، اسوي له فري هنا في المكان هذا. يعني تبدا تنظف البيانات حقتك. ذيس مثلا اوثر يساوي مثلا يساوي زيرو، تبدا تنظف البيانات او تبدا ترجع القيم الاوليه. الان لاحظ معي المثال التالي هنا. لو كان انا عندي المثال التالي A نيو بوك وبي اتش بي وعلي، لاحظ الان حيبدا ينشي يحط تايتل يحط اوثر. بس لاحظ بعد ما نزلنا من السطر هذا انتر، ما عاد في استخدام للاوبجكت A، صح ولا لا؟ ما استخدمنا الاوبجكت A. هنا بي اتش بي لما توصل السطر ذا اللي عنده المشر اللي هو سطر 34 حتستدعي الداله ديستراكت، يعني ينظف خلاص، حينظف الاوبجكت، حيمسح الذاكره وحيحط هذه القيم فيه، يعني حيحذف. وقت الحذف، وقت بي اتش بي ما تحاول تحذف الاوبجكت من الذاكره تستدعي الداله هذه، تقوم انت تساعد بي اتش بي تحط البيانات هذه او تتعامل باي طريقه، ننظف باي طريقه. لاحظ الآن لو كان عندي دالة أنا مثلا، الآن لو قلنا A، شوف دالة الطباعة اللي احنا حاطينها print book info في السطر 34، الآن ما انتهى استخدام الأوبجكت فهنا ما يحذفه. لكن الآن لو نزلنا تحت ما عاد في استخدام للأوبجكت. هي مثلا في السطر 35 الآن بي اتش بي تستدعي الدالة destruct لمين؟ للA عشان تنظفه، عشان ايه؟ تنظفه، لأنه بي اتش بي بعد ما يغلق استخدام الأوبجكت تحذفه. فلما تيجي تحذف، قبل ما تحذف هي تستدعي دالة destruct، فانت حط اي شيء في الدالة هذه، مو شرط تنظف اي حاجة. حتى لو مثلا تبغى تطبع مثلا ايكو تكتب له هنا object مثلا finished، تكتب له object finished. الان خلاص ممكن يطبع لك، ولا غلق انتهى من الobject هيطبع ايش؟ object finished. لاحظ الان، خلينا نشوف المثال هذا ونقول له refresh. شوف الان PHP علي object finished، بعد ما غلق قال لك object finished. لاحظ احنا ما استدعينا الداله ديستراكت، بس هو بعد ما غلق الان طبع برنت بوك انفو طبعها هنا وغلق استخدام الاوبجكت، ما عاد في اي استخدام تحت الاوبجكت راح استدعى الداله ديستراكت. هذه فائده ديستراكت، انها تستدعى بعد ما ينتهي التعامل مع الاوبجكت، تقدر تحط فيها اي كود. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.